شكرا كثير. فخامة الفيروز كان عنوان عريض، وطبعا وكان يعني كان اهداء لبيروت واهداء للبنان، كانت من فارس اسكندر ومن محمد اسكندر مع حفظ الالقاب. تحيه كثير كبيره لهم باخر اعمال عملوها وقدموها، ودائما هن جاهزين وبيقولوا اب تو ديت. فارس اسكندر رح يكون ضيفي بعد شوي، خلينا نشوف فخامه الفيروز. ابني حلو ومليح وعيونه عسلي، صار لي وقت عم صيح يا أمي ما جاوب علي، ما جاوب علي. ابني حلو ومليح وعيونه عسلي، صار لي وقت عم صيح يا أمي ما جاوب علي، ما جاوب علي. ابني مغنج ومدلل شايل همي عكتافه، قلولو أمك عم تسأل عنك إذا حدا شافه. ابني مغنج ومدلل شايل همي عكتافه، قلولو أمك عم تسأل عنك إذا حدا شافه. ابنك الله بيحبه والناس بتحلف بحياته. فارس اسكندر صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. يعني كل ما اشوف هالكليب انا صرت شايفه 100 مره و200 مره، بيضل انسان يتاثر بكل مره بشوفه اكثر من مره. يعني هالقد انت كنت شاعر اللحظه. صراحة أنا يعني اللي عملته هو اللي قالته الأم، وسبق بهذا استوديو وكنا موجودين مع مع الزميل نيشان، وحكينا وحكيت والدة الشهيد العطار حمد العطار الله يرحمه. كان الكلام من لسان حالة يعني مثل ما هو. وأنا اللي حسيته أخذته الكلام ركبته على الوزن مزبوط ولحنته وطلعت الغصة اللي بقلبي مثل ما طلعت الغصة اللي بقلوب كل الأمهات وكل الناس. يعني امبارح لقيت اتصال من والدة أحد الشهداء قالت لي أنا يعني كل ما نشفوا دموعي برجع بحط هاي الغنية حتى أقدر فش خلقي وأبكي وطلع اللي بقلبي أكتر. الله يعين الناس اللي لعند هلا حد هلا بعدها موجوعة، وهذا الوجع بفتكر رح يعيش مدة طويلة مع اللبنانيين كلهم بشكل عام. فارس قديش الكلمة واللحن والكليب والصورة بيوصلوا مسج وبتوصل بتحفر وبتعطي نتيجة برأيك؟ يعني إذا كان الصدق موجود بالعمل وابن لاحظته مثل ما قلت بيوصل فورا. صدر كتير أغاني يعني آخر شيء صار تو ماتش، يعني في ناس تسلقت، في ناس عملت جربت أنها تركب الموجة إذا بدك. ولكن الموضوع اللي صار ابن لاحظته وكان من كلام الأم ذاتها مش ممكن ما يكون صادق ومش ممكن ما يوصل بسرعة. وحتى كمان الإحساس اللي كان موجود يعني أنا كنت عم ببكي لما أديت الأغنية، وتفاجأت حتى بالفيدباك لأنه أنا ما عملتها لحتى أقول للعالم أنه والله أنا موجود، أنا عملتها لحتى فيش خلقي، لأنه كمان كلنا تضررنا من الداخل أكثر ما تضررنا من الخارج. يعني فارس أنت منتفض، يعني أنت ثائر، أنت حدا مش راضي على شيء بالبلد ولا على حدا. يعني بس عبرت من خلال الفن ولا عبرت كتير؟ يمكن يعني بقول جوزيف يا ريت كنت مثلا أنا شيء مسعف أو كنت شيء جندي أو كنت شيء دفاع مدني أو صليب أحمر لحتى أقدر أنا أعمل شيء، لأنه بحس أنه أضعف الإيمان اللي عم نقدمه نحن بالفن، أضعف الإيمان اللي عم أقوله أنا ووالدي بالرسائل اللي تقدمت. يعني نحن عم نقدم بالشعر بالقصيدة يمكن بنقدر نفش خلق كتار، بس بضل حس حالي مقصر كتير. أكيد أنا سائر، أقل شيء يكون سائر، مين منا مش لازم يكون سائر بهالحالة يعني المتدهورة بعد هيك انفجار وبعد هيك أوجاع؟ بفتكر حرام وعيب ما يكون الواحد سائر. تعرف يعني أنا وقت شفته لأول مرة وصل لي عبر السوشيال ميديا صار يتوزع فخامة الفيروز، قلت أدي ذكية هالفكرة وأدي حلوة وأدي التفاتي يمكن ما حدا انتبه لها. يعني فخامة الفيروز هي لسان حال الوالد أبو فارس محمد اسكندر. نعم تحية لقاله. نحن هو بدي أقول له سعد صباحك. هو يعني تحديدا يعني عاصر
شوي اخر فترات اللي كانت بعد عم تظهر فيهم السيده فيروز بالاستوديوهات، وكان في له لقاءات معه ومع العمالقه الرحابنه. فكثير تاثر لما الرئيس الفرنسي ماكرون قرر يزور اول شيء السيده فيروز. فكان كثير فخور جدا ومعتز. قال لي فيروز اختصرت كل الزعامات، اختصرت كل الرؤساء. فيها كلام جريء، كلامه هو كتب الكلام وانا لحنته. وكمان كانت وليدة اللحظه، لانه كان الوقت تاكدنا من الزياره. بتعرف اليوم احنا بعصر اشاعات كثير وبتداول كثير اخبار. لما تاكدنا انه الزياره رسميا رح تتم، قال لي رح فوت على الاستوديو. ما هو اصر ما يصدر اي شيء بالفتره اللي مرقت حول المرفأ والاشياء النيجاتيف اللي كانت عم تطلع. قال لي انا بدي اعطي شيء يكون فيه طاقه ايجابيه للبلد. بدي اقدم شيء يكون بيشبه لبنان الحلو. هيك كان يعني. فارس، انت اشتغلت مع كبار النجوم يعني. صحيح. اشتغلت مع ست نجوى، اشتغلت مع الفنان نوال الزغبي طبعاً. يعني مريم فارس مع حفظ الالقاب كله. حفظ الالقاب طبعا. صحيح. ومع الوالد يعني كمان لك شغل خاص. صحيح. مع الوالد. صحيح. هل بتخصه لأله غيره ولا كل انسان بتشوفه بنظره يعني كل فنان؟ لا، هو انا بعتبر مسؤوليتي اني اعطي لكل فنان نكهه خاصه بتشبه فارس اسكندر، وبتشبه كمان بنفس الوقت بتشبه الفنان اللي عم يغني الاغنيه. وبنفس الوقت تخلق له سكه وخط مختلف. محمد اسكندر له سكته، ست نجوى له سكتها، نانسي كلهم يعني مع حفظ الالقاب لهم نكهه مميزه. يعني خلينا لنتعرفوا عن شو عم نحكي. طبعا الكل شافها، ولكن خلينا نشوفها كمان مره لانه ما بينشبع منها. فخامه الفيروز. صحيح. شو بتحكي؟ إلى فخامة الفيروز. من دون ما تحكي وهي قاعدة بتحسها للوطن قوي واعدي. من بيتها رحلة فرنسا بتبتدي. بيروت قومي، بيروت قومي لأغاني هنشدي تنرجع نعيش الزمان السرمدي. ماكرون جاي بوس ايد السيدة يعني الزعامة بعطر فيروز الندي. هالكليب بتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي مثل ما قلنا، وطبعا منحه لها وسام جوقة الشرف الفرنسي اللي طبعا بخلوا كبار أضباط. هذا شرف كبير يعني لكلنا كلبنانيين. نعم. معتز فيه. شو فخم هالكليب، شو فخم هالكلام، شو فخم كل شيء، هالصوت يعني. تحية لك استاذ محمد، يعني هذا مش بعيد عنك ابدا، ومش بعيد عنك فارس طبعا. الله يخليك. يعني اقل واجب نحن. نعتز كثير بفيروز اللي رغم كل اللي شيء صار بلبنان بقي عندنا فيروز، هي شمعة الامل وهي اللي عطت طاقه ايجابيه لكل هاللبنانيين. نعم. هون بالاغتراب. فارس، عندك تحيه من خلال كلمات حلوه حضرتها انت للوضع اللي نحن هلا عايشين فيه واللي عشناه بعد 4 اب، اللي هو شعرا هي مش تحية، هي خلاصة اللي أنا شفته بالأسبوع اللي زارنا فيه الرئيس الفرنسي. بقول يا ريتني ماكرون بالجرأة واطلع وبهدل كل هالفرقة، وهاك الزعيم الرجف الألاف يرجف قبالي مثل شي خرقة. بعمري ما شفته من حدا بيخاف، واللأمني بعينيه مختنقة عليه البهادل نازلي نفناف، عليه البهادل نازلي نفناف وموطي الرقبة اللي بدها خنقة. عليه البهادل نازلي نفناف موطي الرقبة اللي بدها خنقة. ولك قوم جاوب فرنسا، انتفض وقاف، اسفق لك خطاب وطلع الورقة، ولا علينا بتعملوا أشراف وهلأ سوا جريكم بهالفلقة. انتوا قواية على البشر الضعاف، وبين الدول لازم لكم حلقة. تقالب الأوزان بس خفاف حجار ضامة كروت محترقة. لك 200 ضحية وسبع تلاف جرحى، وبدك كرستك تبقى كلبة تشيلي عندها انصاف وشفقة بقلبها وانت بلا شفقة. كلبة تشيلي عندها انصاف وشفقة بقلبها وانت بلا شفقة. ولك عملتوا حكومة بسرعة الإسعاف،
وبرغي الفرنسي فات بالعزقة قصر الصنوبر. لو حكي شو شاف كيلو الصنوبر كان صفي بورقة. قصر الصنوبر لو حكي شو شاف كيلو الصنوبر كان صفي بورقة. مش مسألة تقليد أو أعراف ولهفة الاستقبال والملقى. لك وجع المصاري لغى أي خلاف، وجع المصاري جمع الرفقة. كل بنك بسويسرا بنهبك طاف، وبنكك سرق جنو عمرنا بحرقة. كل بنك بسويسرا بنهبك طاف، وبنكك سرق جنو عمرنا بحرقة. وقلبك على الأموال رح يوقف، مرعوب ياخدوا منك كل شيء، مرعوب منك ياخدوا كل شيء ويروح سرقة اللي إجا سرقة. هيدي فشة خلق وتحية للشعب اللبناني من خلال هالكلام الحلو. رح نسمعه مغنى؟ لا بكتفي فيه شعريا، انا ما بغني بس ابني حلو ثابت انه لاول مرة بغصص. لاول مرة صحيح. انا بدي اتشكرك فارس، يعني ان شاء الله بكون معنا لقاء اطول كمان نحكي اكثر عن اعمالك الكثيره، يعني اسم الله عليك ما بتوقف.